على الرغم من أن البابور هو طريقة بدائية للحياة، لكنه يساعد في تخفيف معاناة العائلات السورية في ظل الظروف الراهنة التي يصعب على المواطنين توفير مادة الغاز بسبب انقطاعها في أغلب الأوقات أو ارتفاع أسعارها، مما اضطر الأهالي في ريف إدلب للبحث عن وسائل أخرى، إلا أن ذلك لم يمنع من بقاء البابور الوسيلة الأكثر استخداما. يعني البابور بشكل عام العالم رجعت له مضطرة، لأنه قنية الغاز يا أما غليت يا أما قطعت خالص. في بديل تاني، لأنه العالم ساكن في محل ضيق مثلا ما بيحسن يشعل نار في قلب البيت ويطبخ أو يعمل شغلته مثلا مثل الريف، هاي في المدينة مثلا. في الريف نفس الشيء، الأماكن الضيقة بدهم بابور إجباري، لأنه هو البديل عن الغاز، ناره مقبولة يعني في دخلة وفي ضرر، بس هو البديل عمليا. وفي له يعني أكثر من ميزة، مثلا أكثر شيء هو بيفيد المجتمع مثلا هلق الفقير، أنه بتجيب لتر بنزين أو غاز أو مازوت أو أي شيء من المحروقات بتحطه في البابور بتقضي نهارك مثلا، بتطبخ بتكفي كل النهار. أما إذا بدك تشتري جارة غاز بجوز ما يلتقى معك مثلا حق الجارة. يحذر الأطباء من مخاطر استخدام البوابير، حيث أنها تسبب العديد من الأمراض نتيجة الغازات المنبعثة، وأغلب هذه الأمراض تنفسية، ناهيك عن بعض التشوهات التي لحقت بالناس جراء انفجارها داخل المنزل، ولا توجد بدائل صحية لكي يلجأ الناس إليها. سلبياته نحن كوننا منشعله بالبيت يعني، والبيت ضيق يعني، شايف علي؟ في أن الأولاد يعني يوميا بدنا ناخذهم على مستوصف نشوف، عم بيصيبنا حالة اختناق يعني كلياتنا، يعني شو بدي أحكيك، يعني أمراض هائلة عندنا بالبيوت اللي عم يصير منه. فرضت تفاصيل الصراع في سوريا أشكالا جديدة لمفاهيم الحياة، مستوحاة في غالبها مما كان حيا قبل عقود، وبات الآن أحد معالم التراث الشعبي. إبراهيم السويد، ريف إدلب، حلب اليوم.